المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من حديث الناس، أهلا بكم. من خلال هذا البرنامج نحاول أن نوصل صوت المواطنين إلى المسؤولين لنكون العين الصادقة التي تنقل الحقيقة. ما يزال حديثنا عن الزراعة واقعها ومستقبلها في السودان مستمر. اليوم نتحدث عن التقانات وآليات التطوير الزراعي. نسعد أن يكون معنا داخل الأستوديو الدكتور عادل يوسف الطيب، مدير الإدارة العامة لنقل التقانات والإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة الاتحادية. أهلا وسهلا بك دكتور عادل. مرحبا بالإخوة في حديث الناس. الله يبارك فيك. كما نرحب بالخبير الزراعي والاقتصادي بروفيسور فتحي محمد خليفة. أهلا وسهلا بك بروف. مرحبا بكم وتحية لكم وللمشاهدين عبر هذه القناة الطيبة، قناة طيبة إن شاء الله تعالى. يمتلك السودان أراض صالحة للزراعة تقدر بأكثر من 200 مليون فدان، كما أن أطول نهر للمياه العذبة يمتاز به السودان وهو نهر النيل بروافده المتعددة، فضلا عن الأمطار التي تهطل بغزارة في كثير من المناطق السودانية، وهذه كلها أسباب تعظم من الزراعة المطرية والمروية في آن معا. ولأن الوطن واسع ومترامي الأطراف فتتعدد فيه المناخات التي بإمكانها أن تعزز من نجاح كثير من المحاصيل التي تحتاج إلى مناخات متعددة. هذه الميزات كلها تجعل من السودان بلدا زراعيا واقتصاديا متقدما ومتطورا، وقد قيل عنه إنه سلة غذاء العالم. في حلقتنا الليلة نتعرف على التقانات التي أدخلتها السلطات وعملت من خلالها على زيادة الإنتاج والإنتاجية. اليوم نتعرف على تلك التقانات ومدى استفادة الناس منها اليوم وغدا، لكننا نبدأ بالتقرير. مئتي ألف فدان صالحة للزراعة في السودان، المستغل منها حتى الآن 50 ألف فدان، هكذا تقول التقارير. لكن القطاعين المروي والمطري لا يزالان يعانيان من ضعف غير مستتر في تحقيق الكفاية للسوق المحلي، فضلا عن دعمهما لحركة الصادر. فالسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة في ظل الميزات التفضيلية المتوفرة، ما الذي يقعد بالإنتاجية للفدان الواحد في القطاعين على الرغم من الحديث المتكرر عن مساهمة الإرشاد الزراعي في نقل التقانة إلى جمهور المزارعين وتجدد مرونة السياسات التي تقرها وزارة الزراعة؟ فإذا كانت المقاطعة الاقتصادية التي حاصرت هذا القطاع الحيوي لعقدين من الزمان وألزمته بدائل غير مجدية للاستفادة القصوى من طاقته حسب ما يرى البعض، فالمنطق يشير بضرورة رؤية جديدة لمدخلات الإنتاج في مجال الزراعة، خاصة فيما يلي التقانة الحديثة التي تشمل الآليات ومستلزمات الحزم التقنية المختلفة، ليتمكن قطاع الزراعة من الإجابة على الأسئلة المعلقة لسنوات ليست بالقصيرة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهداتنا الفاضلات. نعود إليكم بعد أن تابعنا هذا التقرير. نذكركم بأنه يمكنكم متابعة بثنا الحي على الإنترنت، ويمكنكم التواصل مع هذا البرنامج وغيره من برامجنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكنكم أيضا متابعة هذه الحلقة لاحقا على قناتنا على يوتيوب، ويمكنكم الاتصال بنا من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة. ونبدأ مع ضيوفنا الكرام، نرحب بهم مجددا. ونبدأ معك دكتور يوسف، دكتور عادل يوسف، يعني ماذا تعنون بالتقنية الزراعية؟ تفضل. التقنية طبعا هي تعريفا بتكون مسألة بتاعت استخدام لمنظومة ناتجة من معارف وعلوم وتطبيقها، تطبيق عملي وعلمي في إطار حل مشكلة
تكون مشكلة اقتصادية، مشكلة فنية، أو مشكلة بيئية، أو مشكلة بتعنى في النهاية في مجال مثلا الزراعة أو غيره أن أصل لربع الإنتاج والإنتاجية كمحصلة. ممتاز، وده خلينا نمشي طوالي على انكم بناء على هذه الارضيه وبناء على المعروف من مشكلات تبحثون عن حل لها، ما هي التقنيات التي تم استخدامها في السودان منذ ان عرف السودان استخدام التقنيات؟ هو طبعا كويس انه يعني استاذنا بروف فتحي موجود، وانا برضو لو يعني قد يكون لو شوية خانتك الذاكرة أيوة هو يزعفني وكده باعتباره رجل خبير في المجال ده. فنحن التغانات بنعرفها دائما بثلاث أنواع، التغانات محلية اللي هو دي من ممارسة الشخص، اللي هي دي تغانات داخلية يعني من ممارسة الشخص قديما بيكون في تقنيات أو معارف أو علوم خلتها أنها تؤهل أنها تعامل كتقنية. طيب هنالك برضو الجزء الأكبر بيكون تغانات مجازة أو مستنبطة من برامج البحوث الزراعية والبرامج البحثي، دي برضو فيها يعني جل هذه التغانات من هذا النوع. التقنية الثالثة طبعا دي بتكون التقنية المستخدمة أو المستجلبة من دول أخرى أو من تجارب. في صور يا ريت الشباب لو ظهروا علينا على الأقل نقدر نخلي البروف الدكتور يشرح لنا ويورينا انه يعني يعتمد دي من التقانات اللي اصلا كانت موجوده او مستحدثه. تفضل واصل الدكتور. طيب نحن ممكن نصنف انه مثلا التقانات المحليه يعني اللي بتكون دائما معك الصوره الان. نعم طبعا دي الليزر، تسطيع بالليزر، ده تحفير البذور، ودي كلها شغل بتاع زراعة البطاطس، دي كلها تقانات مجازة بواسطة البحوث الزراعية. البيوت المحمية برضو فيها جانب من التقانات المستجلبة، طبعا دي تقنية محلية تقليدية في الجباريك الظاهر على الصورة ده. الظاهر على الصورة ده هنا رش المبيد، هو طبعا تقنية مشتركة لكن برضو هي من نتائج البحوث العلمية اللي هي انت بترش مبيدات الحشائش، فدي كأمثلة. وبتكون دائما احنا مثلا زي الليزر، الليزر هو طبعا جانب بتاع التسطيح بالليزر للارض. ايوه ودائما هن في الحواشات بيقول لك الحواشي بقت صحن، اللي هي بيكون في الاطراف عاليه وفي النص من كثره الحرات من كثره الري بتكون منخفضه. فالليزر ده بيكون بتسطيح بالليزر. التسطيح بالليزر كتقنيه هو تقنيه حديثه، وقصدنا ان بيستخدم جهاز بتاع التسطيح ذاته استخدم فيه وسميت بالليزر لانه انت بتستخدم الليزر في الليبلينج اللي هو الجانب بتاع التسطيح، وده بيعمل لك طبعا ما بيستخدم يعني سنوي، بيستخدم مره واحده عشان يرجع مثلا الارض والحواشه لمستواها الطبيعي حتى انه تكون متوائمه مع مستوى الري، مدخل الري ومخرج في فتره محدده مثلا بعد ذاك اوتوماتيكلي بتجوا بتسطحوا الحواشه ولا الا بعد ما تحسوا بانها انخفضت ثاني؟ نعم واصبحت صحنا من جديد ثم من بعد ذلك. نعم يعني هو طبعا دي ميزته انه هو بيستخدم مره واحده، لكن ممكن تستفيد منه كذا سنه في نظام الري، وبيكون بيرجع للارض المستوى بتاعها. يعني الفيصل شنو؟ يعني انكم انتم بعد مثلا بعد 3 سنين يتوقع انه الحواشه تحتاج لتسطيح بالليزر؟ بتختلف حسب الموقع بتاع الحواشي ذاته. ايوه اذا قلنا مثلا في بدايه اول بيت ثاني بيت، مستوى المويه، الري بتاع المحصول، الدوره التعاقبيه، الدوره الزراعيه وكده، دي كلها برضه بتاثر في طول فتره انه ثاني يرجع لنا ك ك ك كصحن في شكله. وبالتالي برضه الجانب بتاع التربه برضه مهم، يعني التربه الطينيه شديده، التربه اللي هنا برضه بتأثر لأنه طيب بيحصل انجراب بواسطة الري، وطبيعة الري ذاته هي بتأثر في أنه مدى أنه احنا نستفيد من هذه الآلة لمدة كم سنة. ممتاز. طيب أنت قبيلك قلت التقنيات المجازة، ما فهمنا أنه دي طبعا تقنيات حديثة في ناس استخدموها في بلدان أخرى وأنتوا شفتوها عجبتكم جبتوها وكده، مجازة نعم. يعني قصدك بها مجازة بواسطة هيئة البحوث الزراعية طبعا. أيوة هيكل أيوة. البحوث الزراعية في لجان لإجازة، هي مختلفة فيها إجازة الأصناف الزراعية مثلا زي التقاوي. أيوة. في لجان بإجازة مثلا المبيدات أو المدخلات، في لجان بيسموها الهزبندري كوميتي اللي هي دي برضو بتجيز
التغانات المستخدمة سواء كان في الري أو في الهندسة الزراعية أو في المجالات الأخرى. فدي أغلب اللجان هي مكونة على هذا الأساس. أيوة. ودي بتحصل فيها إجازة. طريقة الإجازة بتكون على مستوى القومي. يعني كل العلماء بالإضافة طبعا بيكون برئاسة هيئة البحوث الزراعية. لكن بتعرض هذه التغانات وتجاربها والتجارب فيها على اللجنة، واللجنة بعد ذاك عندها شروط أنه التقنية ذاتها تكون أخذت كم فترة كم تطبقت في ياتو قطاع لمدة كم سنة. فبالتالي بيجي الباحث أو مساعد الباحث بيقدم التوصية بتاعته دي، وبعد ذلك بتناقش على مستويين، مستوى مفتوح عام كل الناس بتشارك فيه، بعد ذلك بتكون في لجنة خاصة زي بانيل أو لجنة مكفولة من الخبراء ذاتهم بيقوموا بيناقشوا هذه التقنية وتجاز. ممتاز. طبعا لما تجاز وده بخلينا قبل الإجازة بتاعتها أنها إجازة بواسطة البحوث الزراعية. طبعا هي الجهة البحثية الأولى في السودان، وبالتالي بيكون في ناس من الجامعات، في ناس من مستوى الأبحاث الثانية دي لسه جديدا بيجوا يشاركوا في لجان الإجازة بتاعت البحوث الزراعية. ممتاز. امبارح في الحلقة السابقة لهذه الحلقة اتصلت بنا احد المشاهدات وقالت انهم هم بيزرعوا بصل مختلف من البصل اللي زمان كان بيتزرع في 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 نهر النيل، اللي هو بصل جاهن البذور جاته مستورده لكن غير معمر، ما بيتحمل المناخ بتاع السودان هنا، ومرات بيعفن قبل الزمن المفروض يعيش فيه. ده بخلينا انه نتساءل، يعني انت بتنقل تقنيه، هذه التقنيه ايا كانت فانت بتنقلها على اساس انه الناس يستفيدوا منها، بتستندوا لشنو عشان تنقلوا تقنية وتكون فيها يعني ملائمة لمناخ السودان، ملائمة لأهل السودان؟ وطبعا أنا داير أضيف أن حتى التقنية المستخدمة دكتور خليك تكمل كلامك. أنا داير أضيف حتى التقنية دي بعد المكالمة الهاتفية. أم عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. تفضل يا أم عبد الله. الله يسلمك. والله موضوع مهم يعني، ودي قضية رأي عام. هاي تفضلي. ايوه بالتزرع. انت مزارعه ولا بتعرفي مزارعين ولا شنو يفضل؟ واي انا ابوي مزارع كنت معاه يعني برضه، وعندنا هنا في ولايه نهر النيل يعني نساء برضه مزارعات. طيب المزارعين هناك الجديد عندهم شنو؟ جاوب شنو جديد لهم وكده ونفعهم فيما يتعلق بالحاجات الحديثه المستخدمه. والله اول حاجه انا من هنا بحيي مشروع الزيداب. الزيداب طيب. يعني جميع الزراعة الفواكه والخضروات عندنا هنا يعني مساحات نهر أدبرة وكلور كلها يعني الخضروات دي كلها بتجي واردة هنا في سوق عبرة. طيب ناس الوزارة يا سيدة أم عبد الله، ناس الوزارة أضافوا للناس المزارعين ومشروع الزيداب أو حتى الحواشات الأخرى والمزارع الأخرى، ناس الزراعة دخلوا شنو جديد الناس متكيفين له وعاجبون؟ جديد بالنسبة للآليات يعني ولا؟ الآليات، البذور، الأسي مبارح كان واحد أخذنا الشتيل تقريبا كانت بتتكلم عن إنه في بصل. صح يعني البصل. البصل ده قالوا ما الشكل ما من ما النوع المطلوب وما بيك ما بعمر زي ما بعمر البصل الزمان. صح هاي طبعا في يعني التيران بلدي واحد مستورد. أها المستورد ده كيف؟ المستورد ده حبه ما بيجي أحمر يعني. شديد كده وبتلقى الصلابة لته ما صلب يعني بيبوظ سريع يعني ما بيبقى أحمر ما بيتخزن يعني. تمام لكن المشكلة يا أستاذ عثمان. أيوة. أول حاجة ما في تمليك للأراضي، ما في مساحات مملكين الناس حصاب المياه يعني في الأمطار دي يعني المفروض تكون في حفاير مؤسسة ومغطي يعني. نحن يعني حنشوف انه دي مسؤوليه منه، يعني عدم تمليك الاراضي مسؤوليه منه. شكرا لك يا ام عبد الله. شكرا. رضوان سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله استاذ عثمان، كيف حالك؟ تفضل يا رضوان حياك الله. الله يسلمك. يا اخي بالنسبه للموضوع بتاع التغانة وانت بتتكلم عن انه التغانة الحديثه، انا ببدا التغانة والآليات التطوير. ايوه نعم التغانة والآليات الزراعيه، انا ببدا معاك من التغانة وبجي معاك لمساله الآلات. طيب الآلات الزراعيه اول حاجه مساله التغانة، البروف على جنيف لما جاء من ضمن مشاريعهم كان توطين القمح في الداخل. احنا عندنا انا ساكن في حلفة الجديده وكنت بزرع قمح. كويس. جابوا لنا سلاله من القمح، سلاله ما ناجحه، المزارع ما بيستفيد منها، انت بتزرعه وبيقولوا انه دي بذور محسنه ومهجنه وكلام بالصوره زي دي، لما بتجي تزرعها بتلقاها فاشله. ليوم الليله ما عرفنا المشكله وين يا رضوان. خلينا نتكلم بشكل مفصل اكثر، يعني المشكله وين في السلاله الجديده؟
البذور اللي جابوها دي هل هم جابوها من حد بالذات بتكلم لك عن البذور اللي جابوها من تركيا، هل هم المناخ جابوها منه من تركيا بتلاقي مع المناخ اللي عندنا لو احنا في السودان؟ طيب احنا بنسالك بنسالك عن واقع تجربه، انتوا زرعتوا البذور دي زرعتوها؟ زرعناها اي. يلا حصل شنو؟ والله ما نجحت، اي مزارع طلع مطلوب من البنك الزراعي وطلع مطلوب من المؤسسه ويتناقشت القضيه دي قضيه بتاعت راي عام، اتناقشت في الجرائد في النهايه اتقفلت، ما عرفنا المزور منا منو، احنا رحنا ضحيه. دي واحد. المدى الثاني مثلا الالات الزراعيه، حسي مثلا زي الاله بتاعت الليزر اللي انت حسي حسي العرض الجاي العرض دي الاله دي هل بقدر بيمتلكها المزارع؟ ايوه تمام. انا الليله مزارع بمتلك بابور روسي وشغال بيه من سنه 77 اليوم الليله شغال معي. يا اخي الالات اللي حاسس انتوا جايبين لنا في الطغانه دي الات جايبين لنا ناس تجار راسماليه عندهم وجهه نظر خلاف وجهه نظر يا رضوان. احنا طبعا لحد الان صحيح انت طرقت حته نقطه مهمه احنا نسال الدكتور عادل انه بينول بيمتلكها وكيف يستفيد من المواطن. بنشكرك جزيل الشكر يا رضوان، بنشكرك. شكرا شكرا رضوان. نحن بصراحة طبعا المشاهدين الكرام بناخذ منهم ربما يكون بناخذ منهم بعض ما يريدون أن يقولوه، وذلك كله حفاظا على أن نستقبل أكبر عدد ممكن لأن البرنامج زمنه حقيقة ضيق. فضل دكتور عادل علق على كلام المكالمات دي من آخر رضوان. طيب أنا حاجة زي جبال ذكرتها ذكرت تقنيات مستجلبة. أيوة. في فرق بين الحاجة المستجلبة والحاجة المستوردة. طيب. حقه نوضح. طيب يعني الفرق شنو؟ يعني التقنية المستجلبة أنا بجيبها ويجب اندر كنترول وبجربها انا دار اقدم بها خدمه لقدام. طيب. وهنا بتخضع لشغل وعمل وتجربه وبعد ذاك بتمشي في طريقه للمستفيد. وده اللي انتم شغالين به؟ ايوه. طيب المستورده؟ المستورده يعني مثلا جبت لي تقاي مستورده او كده وكده حسب السلع وكده ده بيفرق من التغانم. مين بيجيب المستورده؟ المستورد بيجيب السوق. ما يعني ما انتم ما الوزاره؟ طبعا دي بتمر بمراحل بتاعت استيراد وكده لكن لا تعني تغنيه في الاول. الشيء الثاني الجانب برضه ذكر مزله البصل والقمح الحاجات زي دي. طبعا المزله بتاعت الملائمه مهمه. يعني مثلا قصه البصل في اصناف من البصل قد تنفع في منطقه معينه وانت تيجي تستخدم في منطقه معينه. طيب يعني هنا حسب المناخ. انا يعني ما حضرت المداخله لكن شعرت بانه هم مستجلب بصل قال سريع قيامه لكن مشكلته ما بيتخزن. بصل يمني اول شيء طبعا استغربنا ذاته انه بصل جاي من اليمن. ما هنا عندنا برضه بافتيم والبافتيم ده اساسا يعني هو بداو سوداني معروف لديكم اللي هو جاب الصنف ده وعمل له الجانب بتاع التوطين هو الادابتيشن. فهو قد يكون فيه ميزات برضه وفيه اشكاليه خلاص. لكن مثلا الموضوع القمح والتقاوي طبعا دي قمح حلفه ده بالذات لانه اخونا رضوان بيتكلم عن حلفه هو القمح اساسا هو يكون قاصد الصنف امام ونبته هم جايبينه من تركيا. هو قال قمح سلاله جايبينها من تركيا جابوه من تركيا زرعوها وما نجحت. طيب انا داير اوريك اساسا في فتره تعاون سوداني تركي هادوا لنا صنف اصناف من الاقماح وكان مشى وفد من وزاره الزراعه ووفد من البحوث الزراعيه فمدير البحوث الزراعيه انذاك قال لي والله يا اخواننا نحن كتر خيركم انتوا جبتوا لنا الاصناف دي لكن نحن لازم نخضعها لظروفنا نحن ونعمل لها تيست. طيب في منظومه بروف فتحي قد يصححني انا بيقولوا المنظومه بتاعت سيمت دي اللي هي بتعالج النزله بتاعت الاقماح وملائمتها. فلقوا انه الاصناف التركيه اللي جابوها السبعه اظنها كانت غير ملائمه ما عدا اثنين. اثنين دول اوريدي فيهم بحث سوداني اتعمل باسم امام واسم نبته بمعنى انه صادف هذه التقاوي هذه الاقماح عندها مقابل لها اصناف سودانيه واصناف السودانيه على مستوى البحوث معترف بها ومسجل عندهم في البرنامج بتاع السيمنت. يعني كانوا صنفين اللي هم نبته وامام. بقيه الاقماح او الاصناف رفضت وما جربت وما حصل تكاثرها بعد ذاك وتوزعت للناس. القصه بتاعت الموائمه بتاعت الاقماح انا ما اقدر اخوض في الموضوع ده كثير. احنا دكتور انت تكلمت في القمح كويس. طيب القمح عارف ملكيه الليزر ودائر نرجع لبروف نمشي لبروف فتحي خلينا ننتظر كثير. طيب نحن نستأذنك في ان نطلع فاصل ونعود حنخليك تتكلم ان شاء الله لكن عقبه
الحديث مع بروفيسور فتحي، لكن كل ذلك عقب الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهداتنا الفاضلات، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نذكر بأننا نتحدث عن تقانات وآليات التطوير الزراعي، ونستضيف لمناقشة هذا الموضوع الدكتور عادل يوسف الطيب، مدير الإدارة العامة لنقل التقانات والإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة الاتحادية، والخبير الزراعي والاقتصادي بروفيسور فتحي محمد خليفة. مرحب بك بروف فتحي، وسعداء بأنك معنا اليوم في هذه الحلقة، على الأقل نستفيد من خبراتكم الكبيرة في هذا المجال. دكتور بروف فتحي، يعني السودان ده مما السودان الحديث معروف انه بي بي انه مميز زراعيا، لكن ده بخلينا نتساءل عن يعني تقييمكم لاهتمامات الحكومات المتعاقبة للجانب الزراعي اللي اصلا بيمتاز به السودان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا لك ولل القناة قناة طيبة مرة أخرى. يعني الله يجزيك الخير. أنا حقيقة عشان لمصلحة الزمن البرنامج أنا بقول على أنه الحكومات الوطنية المتعاقبة منذ الحكومة الأولى اللي هي حكومة المرحوم السيد إسماعيل الأسري رحمه الله، اللي كانت من 54 إلى 56 ومرورا بكل الحكومات المتعاقبة الوطنية لحد هذه اللحظة، لحد هذه الحكومة الحالية. أنا في تقديري الشخصي، وأنا تخرجت من جامعة خرطوم في السبعينات من القرن الماضي ومتابع لقضية العنان الزراعي يعني لهذا الأمر، أنا أفتكر على أنه كل الحكومات المتعاقبة ما بخلت على القطاع الزراعي، لأنها كلها عندها قناعة. كلام ده ما فيه مجاملة يا ما فيه مجاملة، وأنا دار برهن عليه يعني لأنه كل الحكومات عندها قناعة بأنه السودان هو الزراعة هي المخرج الوحيد لأهل السودان. طيب، هي المورد الذي ربنا سبحانه وتعالى حابانا بكل مقوماته من ماء وأرض زي ما أنت قدمت في بداية هذا البرنامج يعني. طيب. والملايين من الناس الماسكين بجمر هذه القضية، قضية الإنتاج الزراعي، والصابرين عليها يعني رغم اللأواء بتاعتها كلها يعني. فالحكومات ما بخلت، والدليل على ذلك أنا دار أقول على أنه نحن عندنا الآن كميات من الأسمدة اللي حصل بقت خارج ما مستفاد منها يعني، انتهت بصلاحيتها وتحجرت بقت مشكلة بيئية، وعندنا أطنان، عشرات الأطنان بل مئات الأطنان من المبيدات اللي برضها بقت غير صالحة، بقت مشكلة بيئية لم تستخدم، ودي كلها مستوردة بالعملات الصعبة. مش كده بس، حتى الحكومة كانت هي شريك في العملية الإنتاجية، بتدفع المرتبات وبتسير العمل، وما في حكومة في الدنيا بتعمل كلام زي ده يعني، تكونش شريكة في العمل. فأنا داير أقول من الكلام ده كله أنه نحن ده كله عملناه والحكومات ما بخلت، لكن للأسف الشديد ما قدرنا يعني نلامس الشفرة بتحدث التغيير، اللي هي بلغة الميديا الباسورد اللي بتحول القطاع ده من قطاع تقليدي بينتج بمعدلات الكفاف لقطاع اقتصادي ودايناميك ومنافس للقطاعات الزراعية في البلدان على مستوى الإقليم العالم. ما قدرنا يعني نلامس هذه الشفرة عشان نحدث هذا التحول. وأنا أفتكر الحديث عن التقانات هو حقيقة بيصف في هذا المعين. التقانات اللي بتعرض في صورة معروضة على التقانات اللي بتعرض دي كلها أنا متابعها وبعرفها، لكن إذا التقانة دي ما استعمل المنتج بنفسه، إذا استعملت بالإنابة عنه ما بتدي معنى، ما فيش معنى. طيب هو ذاته ليه تستخدم بالإنابة عنه؟ ما أنا دار أقول لك كده يعني. أول حاجة التجربة بتاعت التقانة بدأت بمشروع الجزيرة. طيب. 1925. والطريقة اللي أسس بها المشروع بواسطة المستعمر وكان محتاج للقطن وأنشا له خزان وعمل له كل التجهيزات اللي معروفة بالناس من قنوات وخلاف وإلى آخره. وكان محتاج للقطن ده، وكان حريص وبيعرف على أنه المستوى بتاع المنتج في وقتها ما كان بالمستوى المطلوب. فحرص على أنه هو يكون قيم على هذا الأمر ويدير هذا الأمر، وفي النهاية عايز قطن يطلعه. فأصبح المزارع، بدايات المزارع، ما كان حقيقة مزارع، كان تننت يعني أجير يعني في هذه الحواشات، بيعمل بالتعليمات وبالأوامر وإلى آخره، وأي حاجة بيجيبوها له وبينفذ، هو عليه إلا ينفذ، بينفذ بيده أول بينفذ نيابة عنه بالآليات. واستمرت التجربة على كده، اتكال يعني. أيوة. فأصبح مزارع متكل تماما يعني
يعني على العمليه بتاعت الاداره والحكومه والى اخره. استمرت تجربه، وللاسف حتى المشاريع اللي قامت فيما بعد في بعد الاستغلال برضو قامت على نفس النمط، في الرهد وفي حلفة الجديده من قبله، وفي كل المشاريع، يعني في السوكي وفي المشاريع النيلين الابيض والازرق والشماليه وكذا. وعليه احنا لحد الان مشروع جزيره الان قارب من القرن من الزمان. الان عمره 92 سنه. ولحد الان المزارع ما بينفذ العمليات بتاعته الانتاجيه بنفسه، لانه ما حصلت تجربه حقيقيه عمليه عشان تعلم المزارع ده يعمل عمليات. انت الليله في مره الشكوى في مشروع الجزيره المروي وفي غير مشروع الجزيره في المشاريع المطريه، من انه سنويا نحن بنتحدث عن ضعف الانتاجيه وارتفاع تكلفه الانتاج، ارتفاع تكلفه الانتاج وضعف الانتاجيه، وبالتالي التعسر اللي بتسمع به طوالي بتاع المزارعين. ده لانه في جزء كبير جدا من تكلفه الانتاج دي بيدفع المزارع لجهات بتقوم بالعمل نيابه عنه. لجهات، يعني انت الارض المزارع ما بحضرها. انت بروح بتقول في كلام خطير. انا بقول في كلام واضح جدا. أيوه. انا بفكر على انه مهما الناس يتكلموا في التلفزيون. يعني هسه انت دار تطلع لنا التباكي بتاع المزارعين والحكايه دي كلها، يعني احنا اصلا ما لمسنا الوجعه الحقيقيه اصلا ما لمسنا. ما لمسناها. نحن الوجعه الحقيقيه انه نحن عايزين نبني قدرات هذا المنتج. نبني قدرات هذا المنتج اللي هو المزارع، سواء كان في نهر النيل ولا في الشماليه ولا في الجزيره ولا في كردفان دارفور ولا في النيل الازرق، في كل السودان دارين نبني مقدراته بهذه التقنيات التي تحدث عنها الدكتور عادل. عشان يمارسه هو بنفسه، لانه اذا اتعملت له، اذا اتعملت بواسطه شريك، سواء كان شريك استراتيجي ولا شريك ثاني ولا فلاح على الارض، بمؤجر او مشارك ولا غيره، دي كلها تكلفه انتاج. وبعد ذاك المزارع داير الحواشه دي ولا الارض المطريه دي تديه انتاج، وهو قاعد هناك بعيد. فنحن دارنا صحيح هذا الامر اللي قامت عليه الزراعه في السودان اولا، وده ما بيتم الا اذا عملنا عمل ملموس وحقيقي في بناء قدرات المنتجين. عشان يعني المزارع في امريكا، في بريطانيا، في استراليا، في كندا، في البرازيل، في كل العالم، كل ما في زول بيعمل له عمليات زراعيه. الزراعه الان هي اساسا كمنتج رخيص جدا، ما زي المنتج الصناعي. فما ممكن انت داير كل حاجه يعملوها لك وانت قاعد نظيف زي لابس جلابيه زي جلابيتي، او بتستعمل تقنيات تقليديه خالص يعني طوريه، ودي مساحات صغيرونه ما بتكفي باي حاجه يعني، وداير الزراعه تديك. فلا بد من انه انا اذا كان دارين نعمل ثوره حقيقيه في مجال الزراعه، لا بد من بناء قدرات المنتجين. يجب حقه يكون السؤال المطروح، التقنيات اللي احنا بنشوفها هنا دي في التلفزيون، واللي بنشوفها في المعارض اللي بيعملوها سنويا في القضارف، ويجيبوا الاليات باشكال والوان وزراعات ورشاشات وتكنولوجيا، وتمشي رئاسه الجمهوريه وتطوف وشوف، ده كله لا يجدي اذا ما اصبح مملوك للمزارع ويمارس المزارع بنفسه. والله ودي النقطة الأساسية. أما الحديث الثاني عن الزراعة بأي شكل بجد، أنت قلبت الطاولة أو قلبت الحاجة رأسا على عقب. طيب بروف، خلينا برضو نستفيد من خبرتك أيضا، أنه يعني أسي التقانات تدخلوها والمحاصيل، وده كويس وده ما كويس، تقييمك ليها شنو كخبير؟ احنا حنسمع إجابتك بعد ما نستقبل أخونا العطا. سلام عليكم العطا. العطا سلام عليكم. عليكم السلام يا عثمان. مرحبا وأهلا يا العطا. تحية ليك والتحية للدكتور عادل والتحية لبروف فتحي والفريق العام الجميع في البرنامج. الله يخليك، والتحية لك ولكل زراع بلادي. تفضل يا عطا. يعني كنا نتوقع يعني فعلا يعني في هذا الموسم خاصة، يعني ونحن في الموسم شتوي، يعني أن تكون حلقة يعني تدور في هذا المقام، يعني لكل مقام مقالة ولكل حال حديث يعني. كنت دايرها تكون عن شنو؟ عن القمح ودرعة القمح وعن مشروع الجزيرة. نحن بنتكلم تمام، ما مشينا بعيد بأي حال من الأحوال، لكن نقدر لك رأيك يا فتح يا عطا، تفضل. ولعل بروف فتحي يعني كان يعني واحد من ربان مشروع الجزيرة إن أصبت التقدير يعني، ودكتور طيب. عادل جزاهم الله خير يعني. ممتاز. بسأل دكتور فتحي ودكتور بروف فتحي ودكتور عادل، بالنسبة نحن الآن يعني الموسم شتوي، والمزارعون يعني يستعدون لزراعه القمح يعني وفي حاله استنفار شديده، لكن ظروف بالنسبه للارشاد الزراعي يعني انت تعلم ما آل اليه مشروع الجزيره
والمنازل يعني والحالة التي وصلها هذا المشروع، والناس يركزون على أصبح القمح يعني محصول استراتيجي كما يقولون. والمزارع صار ينفق ما ينفق يعني من المدخلات ولا أسعار المدخلات يعني وصلت يعني أسعار يعني أرقام هرمية كما يقال يعني. نحن يا العطاء عشان ما نتشعب كثير، نحن بنتكلم عن التقانات وآليات التطوير. سؤالك تحديدا دار تقول شنو العطاء؟ انا بسأل عن الارشاد الزراعي، غياب الارشاد الزراعي والموسم موسم دمع يعني لمتى نحن يعني نزرع زراعة تقليدية يعني. لماذا 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 غائب الارشاد الزراعي مثلا؟ اي نعم استاذ طيب. عبد الرحمن السؤال الثاني يعني بالنسبه ذاته يعني من لا يملك قوته لا يملك قراره كما يقال. طيب فارجو يعني نحن نحتاج يعني الى مدارس المزارعين السابقه بروف فتح يعني هذه المدارس اختفت يعني كان يستفيد منها المزارع كثيرا يعني. فنرجو يعني ان تكون هنالك نبته وجزاكم الله خير. شكرا شكرا جزيلا. شكرا عطاء. بروف نخليك تعلق على كلام اخونا العطاء. تفضل. والله جزاك الله خير وشكرا للأستاذ عطاء. حقيقة هو كلامه بيصب في نفس الـ 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 يعني المحور اللي أنا بتحدث عنه اللي هو الإرشاد الزراعي وإرشاد المزارعين، بتحدث عن القمح والناس على هو حتى لامنا ألغى بلائمة ظريفة كده على إننا كان مفروض نخصص حلقتنا دي للحديث عن الموسم الشتوي وزراعة القمح وكده. وأنا داري أقول لك حاجة الموسم الشتوي اللي سنة ماشيين عليه ده زي كل المواسم السابقة الحكومة بتستعد له تماما يعني. أنا دار أقول لك وده بعض الكلام السابق تقليدية بعض الكلام السابق الحكومة ما بتبخل بتجيب التقاوي من تركيا من غيره بتجيبه بتجيب الأسمدة بتجيبه بتجيب المبيدات بتجيبه ده كله بتجهزه أنا متأكد لهذا الموسم الزراعي. لكن ده كله بتعامل بالإنابة على المزارع ونحن حقه العطاء وأخوان المزارعين كلهم بيعرفوا تماما أنه القمح بالذات نحن بنفتكر على انه التقانة الفيول الاساسيه هو موسم الشتاء نفسه. اذا ربنا سبحانه وتعالى قسم لنا موسم شتاء طويل وبارد ايوه يعني بيبتدي من منتصف 10 او اول 11 اذا تاخر ويستمر لنا لحد نهايه 3 بالطريقه دي يعني موسم طويل وبارد. موسم شتاء طويل وبارد اي لانه بتجيك مواسم قصيره جدا ايوه ما بتفيد لها شهر ولا ثلاثة أسابيع ودافية وهكذا. فإذا جانا الموسم الكويس ده مع التجهيزات السنوية اللي بتعمل الدولة نحن بنجيب إنتاجية ممتازة جدا يعني بنجيب في المتوسط في مشروع الجزيرة 12 فدان 12 قنطار 12 شوال 15 شوال أو 10 شوال للفدان يعني اللي هو طن يعني على 10 شوال وده الكاباسيتي النهائي للفدان ولا ممكن في زياده؟ ما هم في العشرة اللي انا بقول ان ديل في مزارع بيجيب 30 شوال ايوه في مزارع يمكن يصل ل 40 شوال للفدان لكن في مزارع بيجيب له 5 و2 و4 و7 ده المزارع بتاعنا التقليدي لا ده المزارع مشروع جزيره البذره عنابه البذره عنابه لا لا لا, لا انا بتحدث عن مشروع جزيره. مشروع جزيره ذاته ما كله حاجه واحده في اختلافات كثيره جدا. فيه مزارع زي ما قلت لك بيجيب 30 شوال قمح لكن فيه مزارع بيجيب له 4 شوالات. الفرق شنو طيب السبب شنو؟ الفروقات كثيرة جدا وانا تكلمت فيها في البرنامج ده من قبل يعني. هو نحن والله شوف مشروع الجزيرة او المشاريع عموما هي ذاتها بتستاهل ان احنا نفتح لها ملف، لكن خلينا نتكلم في موضوعنا ونجاوب عن الأسئلة اللي لها علاقة بموضوعنا. نعم فأنا بقول لك على انه نحن في مشروع زي مشروع الجزيرة دائما بنتحدث عن المتوسط العام. المتوسط العام لكل الأرض اللي زرعت قمح. فالمتوسط العام رغم الاختلاف بيكون في 10 شوالات لحد 15 شوال ده المتوسط العام. لكن في هذا داخل هذا المتوسط في زول بنتج 7 شوالات 5 شوالات في زول بنتج 30 40 شوال. لما تطلع المتوسط العام بيطلع لك 10 الى 15. طيب فانا ده اقول لك الحكومه حتجهز التجهيز. انا متاكد من الكلام ده بيجيب التقاوي بيجيب السماد بيجيب المبيد بتحرث الارض ده كله بيتعمل. بعد ذاك يعتمد اذا ربنا سبحانه وتعالى منحنا الشتاء اللي بالمواصفات اللي انت قلتها المواصفات انا قلتها بنجيب المتوسط ده ايوه من 10 الى 15 شوال. اما اذا كان جاني الشتاء قصير كل اللي عملناه ده ما بينفع رغم انه البحوث الزراعيه اشتغلت شغل ممتاز جدا في انها تستنبط اصناف مغاومه للحراره والى اخره لانه المحصول اساسا هو محصول بتاع مناطق بارده معتدله ما بتاع مناطق حاره ما مناطق مداريه. نحن في منطقه مداريه حاره القمح ما حقنا لأن حقنا الزرة والقطن والسمسم والفول السوداني والكركديه والصمغ العربي وكده يعني. لكن بدينا نعمل عمل جاد جدا في البحوث الزراعية في أنه نروض ونطلع لنا
أصناف عشان شوية تكون يعني مستحملة للحرارة متأقلمة مع بيئتها. لكن إذا جاها شتاء كويس يعني مثلا في اثنين ده بقى ده زي ما بقول الوضع وضع الله يا أخي ما تسوي نعم الموضوع. أصلا الله ما فينا ثلاث طيب احنا هنخلي دكتور عادل يعلق على غياب الرشاد الزراعي لكن بعد ما نجيه. طيب سؤالنا يعني المحاصيل اللي تم إدخالها تجربتك لها شنو سواء كانت فاشلة ناجحة في مناطق مختلفة تجربتك شنو في القمح يعني في القمح تجربة أين تقييمك لها كل المحاصيل التي تم إدخالها كنوع من أنواع التقنيات يعني أنا دكتور عادل جابوا بصل ولا جابوا حاجة جابوا قمح المين في نهاية المطاف شافوا إن الحاجة دي حاجة جديدة مفروض تكون سبب لتطوير الزراعة مفروض تكون سبب لزيادة عائدات المزارع فأدخلوا مجموعة من الحاجات التقييم لها إنه إحنا كسودانيين أنت الآن تكلمت عن إنه ده حقنا وده حاجات جادنا جديدة ومحتاجة لمناخات وكلام من هذا نعم أنا دار أقول لك حاجة نحن عندنا هيئة البحوث الزراعية من أعرق هيئات البحوث الزراعية في المنطقة العربية والأفريقية ما شاء الله بدون منازع وعندها من الإرث العلمي والرصيد بتاع الانتاج العلمي البحثي ما لا يضاهى داير اقول لك كل الاقطان اللي بتزرع في السودان كل القطن اللي بيزرع كل اصنافه سودانيه 100% انتاج سوداني 100% كل الذره اللي بيزرع في السودان سوداني 100% ما في ذره جايبينها من برا حتى القمح نحن عندنا القمح زي قبل ما قال لك الدكتور عادل اللي جاني من تركيا انتجت سيمت ما انتجت تركيا سيمت دي يعني مركز بحثي عالمي انترناشونال تابع للأمم المتحدة طيب في الموقع ده في المكسيك هو متخصص في انتاج القمح البحوث بتاعه القمح بينتج اصناف طيب الاصناف دي بيقسمها للعالم كله لكل العالم بدي تركيا بدي السودان بدي مصر بدي الصين بدي اليابان بدي بريطانيا بدي امريكا بدي كل الجهات البيع طيب وبيجربوا الاصناف بتاعته البنتية دي الاصناف المشت لتركيا دي اللي فيها امام وفيها نبته دي واللي نحن جبناها من هناك هي نحن ذاتها كانت عندها فلما جابوها لنا الاتراك ضمن السبع اصناف لقاها موجوده لقاها نحن موجود فدي فعلا بتجارب الابحاث الزراعيه طبعا لما جابوها الاصناف طبعا بعد ما زرعوها حتعرفوها يعني بعد ما زرعنا ما بيجيبوها لك حب اي تقابي بعد ما زرعناها قامت وعرفناها تعرفنا عليها في البحوث الزراعيه انها دي نبته وده امام وفعلا كان الاداء بتاعي مميز بمغارة بالأصناف الأخرى لكن وجدناها هي نفسها عندنا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في البنك ما عملوا حاجة في بنك البذور وفعلا أكثرناها وقسمناها للمزارعين فهي من أكثر صنف مناسب بالنسبة لنا طيب لكن داير العوامل البيئية يعني إذا كان زرعت إمام اللي هو مناسب لنا جدا زرعته وجاك شتاء دافي ما حيدك أنت وانت بتتوقع انه يجيك شتاء يعني تبين هذا المطاف يعتمد على الفصول نعم ايوه نعم يعتمد على الفصول نعم. طيب دكتور عادل نحن عندنا سؤالين متعلقات بكلام الشباب المتصلين اخونا رضوان بيسال من التراكتر او الاله التسطيحيه الليزريه دي امتلاكها بكون كيف واخونا العطا بيسال عن غياب الارشاد الزراعي وهم بيتكلم من مشروع الجزيره نحن حنخليك تجاوب إن شاء الله دكتور عادل لكن عقب الفاصل بعده نعود نواصل حديثنا فخليكم معنا يا مشاهدين يا كرام أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ومشاهداتنا الطيبات نعود إليكم وطبعا لم يتبقى لنا إلا القليل من الوقت لكن نحاول أن نورد فيه أهم معلومات نستطيع إرادة دكتور عادل مرحبا بك مجددا الآلة الليزرية اللي عرضوها لنا الشباب ويا ريت لو تاني عرضوها لنا الشباب على الأقل نتكلم بمعلومة عن بالصوت والصورة كما يقولون ملكيتها لمنو وكيف يستفيد منها المواطن تفضل طيب أنا زي دار أتكلم عن ملكية الآلة دي من الأشياء اللي بتحد من تبني الطغانة ذاتها أو بتأثر عليها يعني أنا في دراسة من جانب القصة بتاعت التبني يعني الطغانة تكون هي ناجحة وأدت شغولها لكن في المزله بتاعت بيسموها شنو الوضع يعني الجانب المالي فيها وانه الشخص يمتلكها الاله دي بالذات طبعا هي لانها بتشتغل يعني احنا ما كفاءتها بتشتغل كذا مساحات كبيره يبقى هنا ما عندها معنى انه يمتلكها مثلا شخص واحد هنا احنا بنوصي انه تمتلكها مجموعه او مشروع بيعالج قضايا لعده مزارعين يعني نضرب مثال بين أزحلفة مثلا يعني هم زي إذا جاب المشروع
طبعا مشروع بيقدم خدمة للناس كلهم وكده، فبالتالي الآلة لأنه حتشتغل مرة واحدة في الحواشة، بعدك بتشتغل للحواشة الثانية، يبقى هنا كمشروع. وده بيجيني في الكلام القبيل قال بروف فتحي قصة التجميع وقصة المنتجين كمنتجين، أن هم يتجمعوا يكون عندهم قوة اقتصادية إذا في جمعيات تعاونية أو في جمعيات مشتركة، بأنهم ممكن يمتلكوا هذه الآلة وعن طريقة مثلا يقدموا الخدمة للآخرين. الموسم مربوط بزمن، يعني مثلا في شهر كذا يوم كذا مفروض الناس تزرع، تمام؟ نعم. طبعا ده ما هل هي عندها المقدرة على انها تسطح للناس، للناس يعني مجموعة من الناس عندهم مشاريع، عندهم مجموعة من الافدنة، نعم. فهل هي عندها المقدرة والسرعة بحيث انها ما تفوت واحد من منهم الموسم؟ هي طبعا ما حسب الكفاءة بتاعتها، الالات دي ذاتها ما هي يعني احنا جبناها دي مثلا قد يكون مساحتها وعرضها معين او كفاءتها معينة كآلة، ممكن تكون في اكبر ممكن تكون في اصغر، لكن المبدأ ان هي ما بتستخدم، يعني ما بتكون بيمتلك المزارع بيحرد بها سنوي مثلا، واضح. طيب ما زي المحرات ما زي الجرار، ممتاز. طيب عموما حتى الالات الزراعيه نحن نفتكر الالات طبعا هي صاحي تغطى كل قيمتها بقت صعبه، لكن لحد الان نحن في السودان ودي من مشاكلنا انه يعني في الزراعه المطريه تلقى الجرار شغال بيجر ديسك قفل المساحه بتاعته بتاعت 1500 فدان قرشه، ممكن يشتغل بعمود نقل القوة، ممكن يشتغل أي حاجة، يعني ممكن يشتغل السنة كلها، لكن أصلا إحنا من ناحية اقتصادية ما مستفيدين، يعني ما مستفيدين وما مرجعين حتى المبلغ بتاعه، وغز على ذلك يعني المزلة بتاعت الاستخدام للآلة بكفاءة، نعم. حتى بيغطي لي التكلفة بتاعته مهما كانت عالية، ممتاز، وضحت. طيب كيف حال، عشان ما نفترض، كيف حال الإرشاد في الإرشاد طيب الزراعي؟ أنا جايك لقصة الإرشاد، هو صح قد يكون يعني دائما يعني بيقول لك المزلة بتاعت غياب الإرشاد، بعد شوية بيقول لك عدم فاعلية الإرشاد، أيوة. وكده يعني دي حاجة ملازمة، دي صفة ملازمة للإرشاد الزراعي، وما هنا بس، في مصر القريبة دي في الدول اللي أنا اشتغلت فيها وكده، دائما حتى في أسف في المنظمات في الأول بيقول لك absence of extension غايب، لكن بعد شوية بيقول لك هو موجود وما فعال. فهنا مثلا بتبقى القصة بتاعت الكلام ذكره بروف فتحي في أنه عبر المدارس المزارعين الإرشاد ذاته منهج مختلف، يعني فيه آليات كثيرة، فيه المرشد، فيه مدارس المزارعين، فيه مدارس النساء الريفيات اللي كانت قدمت في المشاريع وكده، فدي كلها هسه الناس بتحاول تجمعها وتربطها بالمزلة بتاعت نغلة التغانة. الواقع في الجزيرة شنو؟ الواقع في الجزيرة طبعا هسه أساسا يعني قد يكون في مشاكل إدارية وغلصت، لكن حتى القانون كان أبغى عليه كتوصية أنه يكون في جهاز إرشادي، وحتى العاملين في مشروع الجزيرة هم قد يكون جزء من المنظومة الإرشادية. يعني يتوقع أن ناس الجزيرة يتوقع أنه ممكن يعود إليهم الإرشاد بشكل أنا أقوى. جايك في الإرشاد وفهمك فهمنا له الإرشاد بعد مرات بيكون داير تغطية يعني من 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 من, من مطلوباته، قد يكون في مرشد لكن بيغطي كم من المساحات، بيغطي كم من المزارعين، حركته وسيلته وصوله للمزارعين، وقوفهم معهم، الجانب الاجتماعي فيها، دي كل أشياء بتركز أو بتأثر على الحكم على الإرشاد الزراعي. ما زي الإنتاج، الإنتاج ما أنا مثلا مفتش الزراعي مزول من المنطقة الفلانية جبت إنتاج كده، لكن مرشد زراعي شغله تغطية، شغله تغطية وشغله بتاع بعدين بقيسة. دكتور انت مثلا في الوزارة مسؤول من الإرشاد الزراعي، نعم. الاتحادية، نعم. انت في إدارتك دي انت بتقدم شنو لمزارع الجزيرة مثلا؟ طيب ما نحن الجزيرة دي ما عندنا برضو إدارة هناك، عندكم إدارة هناك؟ أيوة في إدارة في 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 المشروع في الولاية، أيوة. دي بتكون بحكم وضعها الهيكلي أنه بتكون بتاخد مننا بعض الأشياء، لكن هي هناك دورة بيكون أقرب، نحن ما هنا دورنا قد يكون نجيب تنسيقي. شغل من برا او تدريب او كده، لكن هناك دور داخل المشروع، وغض على ذلك حتى الارشاد في الولايات، فدي برضو الجانب الثاني في الموضوع، لكن المشكله ما في قصه الغياب ككل، لكن التغطيه دي احنا لسه لحد الان ماشيين في 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 فيها في الجانب بتاع العدد بتاع المرشدين، المدارس اللي بيقدمها، نظام الارشاد اللي بيقدمه مدارس نساء ريفيات، مدارس مزارعين، تغطيه للمراه وتغطيه للزراعة الأسرية وغيره، ممتاز. برامج كثيرة جدا هي بتحدد بعد ذاك دور الإرشاد وهل هو قائم بدور ولا لسه في ممتاز. ممتاز. طيب دكتور عادل، يعني أين ومتى بدأ تطبيق نظام الزراعة بدون حرث؟
كواحده من التقنيات اللي انتم ادخلتوها عشان تزيدوا من بها من 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 او تحلوا بها مشكله قله الانتاج شيء من هذا القبيل؟ طيب نحن طبعا دي من الحاجات اللي انا دار اذكرها انه هي بدت تقنيه محليه. احنا زمان بيقول لنا الحريق. ايوه طبعا هي قصدها يعني التقنيه ذاتها قصدها انك انت ما تقلب التربه او ما تحريقها. طيب كده بدون حرس خليها في شكله ذاته. قامت فيها الحشائش انت زمان كان هن بحرقه. ايوه حرقوا القش بعد ذاك بيجوا بيزرعوا بالطريقه العاديه التقليديه. دي هي زراعه بدون حرس. طيب تطورت ودخلت عندنا بصوره حديثه عبر كانت اقرب تجربه واضحه كانت من الهيئه العربيه اللي هي كانت تغانا مستجلبه من 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 جنوب افريقيا. جاتنا عن طريق جنوب افريقيا وجاتنا برضو عن طريق اسيا الوسطى. طيب اللي هو دي بيخلوا الارض بشكلها او بالحشائش اللي فيها انت بعد ذاك بتقوم بتستخدم شغل بتاع تاثير على الحشائش. ايوه ما هي الحشائش هتقوم مع الحاجه اللي تحت. نعم عشان الحاجة ما هنا انا بعمل لها شغل بتاع مبيد او حاجه دي عشان يقلل من نمو هذه الحشائش. طيب. وفي نفس الوقت الاله بتاعت الزراعه الحافظه اللي هي بتامن لي الخصوبه بتاعت التربه فيها سماد وفيها مبيد وفيها بذره دي بعمق معين. ما لانه انا حافظت على الرطوبه. طيب يعني ما قلبت الارض حتى انه تنشف. دي ناحيه انا بزرع في وقت الارض. المبيد هو للحشرات والحشائش والفقريات في وقت واحد ولا لا؟ لا مبيد الحشائش ده عشان يقلل لي نمو الحشائش عشان ما تنافس. طيب المحصول اللي درزه مثلا درزه راح سمسم او ايش. طيب هنا البذره بتنزل في صف وبتنزل زي ما قالوا قويه. فيها المبيد بتاع اللي هو ده بيحميها من الفطريات. طيب فيها المبيد اللي بيحميها من المبيد بتاع الحشائش ذاته. فيها السماد عشان يقومها. طيب الثلاثه المفروض ينزلوا مع بعض. طيب التجربه احنا طبعا بنتكلم في نهايه الزمن. التجربه كانت وين او اخضعتها لي في طيب في انا جاي الشركه العربيه اخضعت اثناء الشركه العربيه وبعد ذاك انتقلت الى القضارف وانتقلت الى ولايات جنوب كردفان. وبعد ذاك هي انتشرت. كانت كيف نتائجها؟ طبعا واضحه انه يعني انت اول شيء بتحافظ على التربه. نمرة اثنين الانتاج بيكون الانتاج مضمون. بعد ذاك الاله ذاتها بتظبط لك القصه بتاعت الكثافه النباتيه. وما مكلف الاله؟ الاله قد تكون مكلفه في بدايتها لكن انت الانتاج اللي بتجيبه لما تيجي تحسب معدل التساوي بيحدث الفارق بمرور الزمن. تمام شكرا. بروف فتحي مرحبا بك مجددا. بروف واحده من الحاجات اللي ادخلت كتقنيه من التقنيات الانتاج خارج الموسم او البيوت المحميه. التجربه دي انت تقييمك لها شنو؟ والله يا اخي الفكره بتاعت البيوت المحميه دي ما بدات في المناطق البارده في اوروبا وفي المناطق الشماليه في امريكا وكذا. لانه اللي عندهم يعني شتاء طويل جدا والارض كلها بتغطى بالجليد تماما وما بكون في اي طريقه للزراعه لانها ما في ارض مغطيه تماما. ففضلت يعني تفتقت يعني عبقريتنا عن هذه التقنيه. سبحان الله. البيوت المحميه فيخلقوا في داخلها البيئه الزراعيه من ناحيه درجه الحراره، الاضاءه، التهويه، الرطوبه النسبيه، حتى نظام الري، كل حاجه بيعملوها في حته جوا حاجه صناعيه كلها جوا. طيب وده عشان ينتجوا عندنا نحن في السودان. طيب داعي لشنو؟ نحن في السودان عملناها كمان عشان تدينا الشيء الثاني، عشان تدينا في غالبية الأحيان نزرع بها مثلا في الصيف الحاجات اللي ممكن نزرعها في الشتاء. صح يعني مثلا في بعض الحاجات ترتفع لموسميتها. ايوه يعني مثلا احنا بنحتاج للطماطم عندنا في الشتاء لكن بنحتاج لها في الصيف. ايوه فنقوم نعمل نكييف في داخل البيوت المحمية بأنه نديها الطقس البارد، درجة الحرارة الباردة عشان تدي لنا طماطم وهكذا يعني. فنحن جبناها هنا مش عشان لأنه عندنا جليد. اي نعم على الحاجة الثانية. فدي سوى تقنية نحن حقيقة ممتلكينها تماما.
ممكن جدا جدا البيوت بتصنع، كان كلنا بنسجلها بقى، لكن هسه فيها شيء بيصنع داخليا هنا وما فيها اي ما فيها. هل احدثت التوازن لانه وقللت من الندره اللي بتحدث في بعض المنتجات المنزلية؟ والله المنتجات بقت طوال السنه موجوده، يعني هسه عندك الخيار ده اللي بيقولوا على شنو الخيار ده موجود طوال السنه. الطماطم زادت بقت تكون موجوده في الصيف. عندنا حقيقه عندنا مزارعين بينتجوا الطماطم في الصيف، يعني هنا في مناطق ولايه الخرطوم وفي نهر النيل بينتجوا الطماطم في الصيف. عندهم لها يعني تقانات محليه يعني مستوطنة بيعملوا عليها، بيربوا حول النجيله حتى عشان الدور. نحن والله وصلنا لنهايه البرنامج، لكن باقي لنا تقريبا دقيقتين نحاول نرملم فيها. دكتور عادل، بعد مجهوداتكم المقدمه نسال الله يتقبل منكم ويجزيكم خير، الى اي مدى تطورت الزراعه بادخال التقنيات باستخدام الاليات الحديثه؟ والله انا طبعا حسب التقييم، اذا نحن مشينا للتقييم افتكر في نقله كبيره جدا حصلت في المساله بتاعت تطوير الزراعه والعمل الزراعي، واهم شيء المساله بتاعت المفهوم، مفهوم الشخص واستيعابه للتقانات واستيعابه لهذه الاشياء، وبعدين برضو التحول النوعي من مزارع الى منتج ممتاز. وده طيب. في النهايه هو ذاته حيكون لنا مستثمر حيشتغل في شغل الصادر وما بعد ذلك، فده ذاته بيدفع لانه هو حاول يجود من عمله الزراعي. تمام. بروف خليفه تقريبا اتفق معك في حكايه انه المزارع لما يكون بعيد من مزرعته فما يتوقع يعني زي ما تقول الفائده المرجوه. طيب ما السبيل الى ان يكون المزارع هو المزارع وهو المنتج؟ وطبعا دي فيها جانب بتاع انه اول شيء الجانب بتاع التركيز على الفائده من الزراعه. ممتاز. يعني هو لو شاف مثلا المزارع بيمارس بيزرع وانتج وطوالي بيحاول يشارك بصوره مباشره. طيب ممتاز. بروف فتحي، ونحن بدنا نختتم هذه الحلقه، يعني عندك مساحه بتاعت انك ترسل رساله للناس اللي دايره ترسل لهم، تفضل. والله انا دار اقول يعني نرسل رساله لكل اهل السودان، حكومه ومزارعين منتجين وكله، يعني انه نحن لو دارين نطور هذه الزراعه واذا دارين نشارك في سله غذاء العالم، في 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 شعار رافع عنه، وانا افتكر ما مناسب السودان سله غذاء العالم. لا تستطيع دوله في العالم تكون سله غذاء العالم. يا سلام. امريكا لا تستطيع، روسيا لا تستطيع، البرازيل لا تستطيع. انت يا بروف كلامك كله الليله مختلف. انا داير اقول لك على انه نحن دارين نكون مشاركين مشاركه فاعله مع الاخرين، لانه امريكا بانتاج الضخم ده كله لا يمكن ان تكون سله غذاء العالم، المجاعات في العالم طاحنه العالم. نحن دارين نشارك مع الاخرين بطريقه نشطه، وده السبيل له انه نحن نبني قدرات منتجيننا في القطاع الزراعي سواء كان مزارعين بتاع المحاصيل او رعاه عشان ينتجوا براهم. ممتاز. ما تنتجها بالنيابه عنهم. شكرا، وصلت الرساله. شكرا. نعم. شكرا جزيلا، بنشكركم جزيل الشكر الدكتور عادل يوسف الطيب، مدير الإدارة العامة لنقل التقانات والإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة الاتحادية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. وشكرا لك بروفيسور فتحي محمد خليفة، الخبير الزراعي والاقتصادي، على هذه الكلمات الطيبة، شكرا جزيلا لك. الله يكرمك، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بنشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، ونذكركم بأن الموضوع مفتوح، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن البحوث الزراعية وما أحدثته من نقلات في هذا المجال، بل وما ستحدثه مستقبلا بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى يتجدد الملتقى، تقبلوا تحيات الفريق العامل. سبحانك اللهم وبحمدك، أنا أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.